معنا عبر الهاتف من المشاعر المقدسة محمد رابع سليمان الصحفي في جريدة المدينة المنورة المختص في الشؤون المكية. مرحبا بك معنا محمد. الأجواء لديك مع في يوم عرفات وأكثر من 2.5 مليون حاج. نعم نعم ألو. نعم تفضل أسمعك محمد. أسألك عن الأجواء في المشاعر المقدسة اليوم. الحقيقة أولا أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أنها أجواء روحانية، أجواء يكاد الإنسان يصعب أن يصف هذه الأجواء. لازلت في عرفات والنفرة قد بدأت بعد غروب الشمس، أي قبل حوالي ساعة تقريبا من الآن بدأوا الحجاج يغادرون عرفات، ولا شك أن المجموعة كبيرة تسير على الأقدام كما هي عادة الذين يسيرون في طريق المشاة، وهناك الباصات وهناك القطار أراه الآن ذهابا وإيابا وهو ينقل الحجاج بيت الله الحرام من عرفات إلى مزدلفة. الحقيقة الأجواء هل هناك يسر بحركة التنقل بالنسبة للحجاج محمد؟ حركة التنقل سهرة جدا، سهلة جدا وسلسة، وليس هناك أي يعني اختناقات مرورية. كما أكدت لك طريق المشاة يسير الآن، الناس يسيرون في طريق المشاة بسلاسة كبيرة جدا ولا يوجد تزاحم، رغم أن عدد الحجاج في هذا العام تجاوز 2.5 مليون تقريبا، لكن ما شاء الله تبارك الله الخطط التي المحكمة التي وضعت خاصة الخطط المرورية كانت بالتأكيد متميزة وناجحة، وساهمت حتى أنني دخلت عرفات اليوم حوالي الساعة 12 ظهرا لم تواجهني أي مشكلة من حيث الاختناقات المرورية أو الزحام، كانت الحركة المرورية تسير بسلاسة طيب. عجيبة جدا. محمد، بدأ الحجاج اليوم بالنزول من عرفات إلى مزدلفة، ما الخطوات القادمة في ما تبقى من أركان الحج؟ طبعا الآن نحن في طريقنا من عرفات إلى مزدلفة، مجموعة كبيرة من الحجاج إن شاء الله سينزلون في مزدلفة، البعض يقضي جزء من الليل حسب فتوى المذهب عندهم، والبعض يقضي مقدار حظ الرحال، والبعض يجلس إلى منتصف الليل، وهناك من يجلسون حتى يصلوا الفجر في مسجد المشعر الحرام ثم يتوجهون لرمي الجمار، البعض منهم يتوجه إلى المجازر لذبح الهدي، وهناك مجموعة تتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة وسعي الحج. الحقيقة الأمر ممتاز جدا والحركة ممتازة جدا وهدوء، والآن أصير في وسط الحجاج وأنا أشعر فعلا بسعادة وراحة وافتخار من هذا النجاح الذي تحقق، ولا شك أن خلفه قيادة حكيمة ورشيدة تبذل الغالي والنفيس من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام، ولا يمكن لأحد أن يشكك في هذه الجهود، لا يمكن لعاقل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشكك في هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة ويبذلها. جميل، هل رصد محمد أي تجاوزات، أي حالات طارئة؟ والله الحمد لله لم يحدث أي شيء يعني يعكر صفو الحجيج بفضل الله سبحانه وتعالى. الأمور كما قلت لك والله تسير على أفضل حال، وهناك ارتياح كبير لمسناه يوم أمس، حضرت المؤتمر الصحفي لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين بعد صلاة المغرب في منى، وشرح الخطط وكان حديثه حديث تفائل وحديث مسؤول يعني يشعر بالارتياح والسعادة بالنجاح الخطط التي وضعت ولله الحمد بكل تأكيد في حج هذا العام. شكرا لك محمد رابع سليمان الصحفي في جريدة المدينة المنورة من مكة، الصحفي في الشؤون المكية متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من المشاعر المقدسة. شكرا لك وكل عام وأنتم بألف خير.